مساء الخير يا دي النيلة، عايزة ايه تاني؟ مش تقولي لي تفضلي الاول؟ كل سنة وانتي طيبة يا ستي. انتي فاكرة عيد ميلادي؟ طبعا يا نعمة، ده انتي اختي. يا حبيبتي يا ربي يديم المعروف دايما كده. اتفضلي اتفضلي. وايه ده؟ دي هدية عيد ميلادك، تعالي اوريها لك. ده بقى تمثال كيوبيد اله الحب، عشان يفضل الحب بيني وبينك كده على طول يا حبيبتي يا صديقة عمري. دايما يا حبيبتي ان شاء الله. وكمان عشان تنسي اللي حصل بينا المرة اللي فاتت وتعرفي ان انا واثقة فيكي. هي دي هديتي الحقيقية يا حنونة يا جميلة. انتي تعيشي ليا يا حبيبتي يا صاحبتي. وليا يا قلبي. الو، مكافحة المخدرات؟ انا ببلغ عن واحدة بتتاجر في المخدرات اسمها نعمة سيد نجيبة، عندها في الشقة. فين؟ في قعدة التمثال. العنوان؟ طب اكتب عندك. انا عايزك تطمن خالص، حنان طلعت ما عندهاش فكرة عن اي حاجة في اي حاجة. انا خلصت يا ستي. حضرتك عايزة حاجة مني قبل ما انزل؟ اه، خدي التمثال ده وحطيه على الترابيزة دي. حاضر يا ستي. تمثال ايه؟ مش حنان جاتلي النهاردة الصبح وجايبة لي تمثال بمناسبة عيد ميلادي؟ النهاردة لما اشوف بقى غلاوتي عندك. خلاص هشوفك النهاردة. سلام. يا نهار ابوك يا اسود، كسرتي الود. والله ما قصدي يا ست. ايه ده؟ مخدرات؟ والله ما ليا دعوه بيها يا ست. يا بنت المؤذيه. مين حضرتك؟ احنا مباحث في مبنى المخدرات. يا لهوي، انت بقى صاحبه الشقه؟ انا يا حضره الضابط صاحبه الشقه. خير؟ يا سلام، اخباريه وجايين نتاكد منها. اخباريه ايه؟ ما لناش حاجه يا فندم. ما لناش اي اثر للاتصال بالشقه يا فندم. كده طب يلا بينا. ايه هو اللي يلا بينا؟ مش هفهم الحكايه الاول. يلا بلاغ فيكي، والظاهر انه بلاغ كاذب. بلاغ ايه؟ البلاغ بيقول انك بتتاجر في المخدرات. مخدرات؟ يا لهوي، وانا هتاجر في المخدرات ليه ان شاء الله؟ ده انا ارملت الحاج عبد الستار ليه الاكبر تاجر جلود فيكي يا مصر، ومعايا فلوس بالكوم. الله اكبر، يا رب يزيدني. على العموم احنا متاسفين، يلا بينا. ماشي يا حبيبي. شفت بنت اللئيمه عملت فيا ايه؟ اهدي اهدي يا نعمه. اهدى اهدى. انت متاكده ان هي اللي عملت كده؟ طبعا يا اخويا متاكده، والضابط بنفسه اكد لي ان في بلاغ معمول ضدي، وكانوا جايين مقصدين التمثال. طب التمثال ده عملتي فيه ايه؟ لستر ربنا الدشاش مليون حته، قمت لما باللي فيه ورميه بره الشقه، والا كان زمانك بتزورني في السجن. معقول؟ معقول الغيره توصل بيها للدرجه دي؟ انا قلت لك قبل كده البته دي شريره. عندك حق فعلا. انا عن نفسي خلاص انا مش هعرفها بعد كده، دي من النهارده بقت عدوتي. يا نعمه يا نعمه، مش وقته الكلام ده. العداوه يا اخويا ما بتجيش بالوقت، العداوه عامله زي المقدر كده بتجيلك في وشك طاس. افهميني يا نعمه، انا مش عايزها تحس ان احنا عرفنا اي حاجه لحد العمليه ما تتم بهدوء. وهي هتعرف منين؟ لا انا هقول لها ولا انت. طب اسمعني، انا هقول لها العمليه اتلغت علشان اقمن شرها، وانت بقى. انا يا اخويا مش عايزه اعرفها تاني. غلط غلط يا نعمة، أنا عايزك تعمليها عادي خالص لحد ما يتم المراد. أنا لو شفتها هجيبها من شعرها. خلاص أنت حرة، هاتيها بقى من شعرها زي ما أنت عايزة، خليها بقى تحطك في دماغها وتنخور وراكي لحد ما تبوظ لنا النظام. يا لهوي، يا ما نفسي أكلها بسناني. بعدين أنا وأنت هناكلها بسناننا، المهم دلوقتي لما نقابلها ناخدها بالحب ونطبطب. فهمتي؟ فهمت. ربنا يقدرني بقى على الطبطبة. القهوة يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي. تعرف انك وحشتني قوي؟ وانتي كمان يا حبيبتي، انتي كمان وحشتيني اكتر. اللي قولي يا حبيبي، هي العملية بتاعت الحاج عبد الستار هتتنفذ امتى؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا. أنا هلغي العملية. ليه كده بس؟ عملية قلق،
ممكن ننكشف ونروح كلنا في داهيه. للدرجه دي؟ ابن الحاج عبد الستار يا ستي طلع ضابط بوليس، حددنا لو الشحنه دي دخلت هيبلغ عننا. ده عدو نفسه ده ولا ايه؟ انا عارف. وبعدين كمان انت عارفاني يا حنان، انا احب اشتغل في المداري. ها احبش الفضايح بقى والجرس والناس توقف تتفرج ونروح كلنا في حديد. الغي بقى ولا ملغيش؟ طب المسكينه نعمه دي بس هتعمل ايه؟ نعمه ربنا معاها بقى. اسكتي، ده كان عيد ميلاد اسود ومهبب على دماغي. ليه حصل ايه يا اختي؟ بعد ما مشيتي قال الباب خبط، افتح الاقي في وش البوليس، قال ايه؟ بيدوروا على مخدرات. مخدرات؟ اه شوفي انت بقى. وعملتي ايه؟ ولا حاجه، قعدوا يفتشوا في البيت حته حته، وبعد ما ملقيوش حاجه اتاسفوا لي ومشي. اتاسفوا لك؟ طبعا، امال هيدوسوا في بيوت الناس في انصاص الليالي ويتهموهم بكل راضي وما يتاسفوش؟ امال فين الهديه اللي انا جبتها لك؟ اتكسرت واتدشدشت يا حبيبتي مليون حته، فقمت قايله للشغاله يلا ارميهم في الزباله فداكي. اتكسرت؟ اه يا حبيبتي، ما انت عارفه اللي بيتكسر ما بيتصلحش، بس طبعا هديتك محفوظه وفي القلب وان شاء الله هردها لك.